السلام عليكم الخوت، تحية ودانية لجميع الأخوان. المهم غندوي على واحد الموضوع اليوم خفيف ظريف ومفيد بزاف الطويرات. غنوريكم واحد المنقوع كنخدم به موجود في جميع المنازل. نتمنى لكم هاد المنقوع تعطيو الطويرات أنه فيه بزاف الفوائد. المهم أولا غنوريكم الطريقة ديال التقديم ديالو والكمية شحال، وغندوي على الفوائد ديالو إن شاء الله. بالنسبة لهاد المادة هي السلام عليكم الخوت، تحية ودانية لجميع الإخوان. بالنسبة للموضوع اللي غنبغي نتناقشو اليوم غندوي إن شاء الله على فقرة نفل. أولا غنوريكم طريقة الإستعمال. بالنسبة لأنا اللي عندي الطويرات كنشد إيطرو ديال الماء، كما كنشوفو هذا إناء ديال إيطر، كنعمر فيه إيطر ديال الماء، كندير فيه واحد 15 حبة، كنشدها وكنديرها فيه بحاكا وكنخليها تبات، أو كنشد الماء سخون وكنشدو وكنطيبو يسخن، ومن بعد كنشد داك الحلبة وكنديرها بحال الطريقة اللي كندير انا دابا. انا درتها مع ديتهم هادو بيتين، هنا كاينين 7 حبات وهنا كاينين 6 حبات. المهم هادو غنديرهم هنايا وكنزيد عليهم الماء، حيت هادو درتهم في الماء سخون، كنزيد عليهم الماء بارد وكنكمل اترو ديال الماء وكندورو على الطويرات. هذا ضاربين معنا وكندورو على الطويرات. بالنسبة للفوائد ديال القرنفل غندويو على الفوائد ديال القرنفل، ولا في كيصلح راه جميع الطيور مفيد بزاف القرنفل. بالنسبة للي مكيعرفوش راه هذا هو القرنفل، نتمنى يكون كيبان ليكم مزيان من الأحسن نزيدوه. هذا هو القرنفل. بالنسبة للفوائد ديالو وطريقة التقديم غنوريكم طريقة التقديم والفوائد ديالو، تبعو معنا الفيديو. السلام عليكم الخوت، بالنسبة للفوائد القرنفل كيما شتو هذا هو المنقوع ديال القرنفل. بالنسبة للفوائد ديالو راه عنده بزاف فوائد، فهو طارد للميكروبات، مهم سبايكي راه كيشرب منو، مهم راه كنقدمو جميع الطويرات. كيما قلنا هو طارد السموم وكيساعد في الهضم ديال الطائر، وكيقوي الصوت ديالو والنبرة ديال التغريد ديالو، كيما تبارك الله صوته قوي. اش كاين سبايكي يشرب شويه. المهم حنا راه دابا مع هادشي الطويرات راه محايلين المشربات، وكيحتوي على بزاف من المعادن، الحديد، المغنيسيوم، كالسيوم، بوتاسيوم، وكيقوي المناعة ديال الطائر. هو كما كيعرفو الاخوان يقوي المناعة وفاتح للشهية ومنشط جنسي وكذلك مضاد للتشحم. بالنسبة لطريقة التقديم ديالو كاينة طريقتين، يا كنشدو مثلا 21 حبة كنديروها في اطر ديال الماء، او كنشد جوج ريوسة بحال هادو كديرهم في المشربية وتخليها مدة 24 ساعة، وكتقدم الطويرات بالصحة والراحة والعافية. نتمنى يكون هذا الموضوع فاتكم، والله يسر الامور، وتحياتي لجميع الاخوان. هذا ميني بلوغ وانا ندوي على القرنفل والفوائد ديالو، والله يسر لكم الامور، وتحياتي لجميع سبايكي سامري. المهم انا راه نخدم مع المقنين وفي نفس الوقت راه عطيت الباب، الله يسر الامور جميع. كيما كتشوفوا المحلول كي ولا دابا غنوضو نقدمو الطويرات ونوريكم كيف. المهم كنمشيو من بعد الطويرات عاد شو هما كتشوفو، كنديرهم ليهم بالشرابة هادي ان شاء الله ومبارك طفرة تبارك الله عندها جناح كريستال. هذا الاخوان هذا هو داك اللي كان قرع على عقلته عليه راسو، قرع كان في مرض الصلع. اللهم بارك ولا شوف تورع هذا القرنفل. المهم انا نوريكم طويرات اخرين، دورت على الطويرات كاملين كندور عليهم. المهم كما كتشوف راه كندورهم على الطويرات كاملين، اللهم بارك حتى الاناء كامل، اللهم بارك هذا بدات كتوجد، اللهم بارك عوضتك يا خلف، اللهم بارك. كل ما عاد انا مقابل الاخوان هذا تبارك الله حتى تتكور، اللهم بارك ودي تفيدي عيش طوال هذه البلاد تبارك الله كبيرين. انا عندي واحد الصعد ياخد الصعدة تخميني 120 اللي يقبل التهمة، وكاين على الاخر في الاخر هنا درنا لي قرنفل الاخوان، وهذا الباب راه حتى هو درنا لي قرنفل، هذا اخر حتى هو درنا لي قرنفل.
وكنهانو نبارطاجيو معكم كاع داكشي اللي كنخدمو بيه ونبارطاجيو معكم عندنا شي رابطين في الصيور واللي شاف الفيديو ما يخسروا والو يبارطاجي مع الاخوان باش توصل معلومة الله يسر الامور وتحيات الجميع نتمنى لكم الفيديو وما نديرهاش في بعض المرات هذا عندي واحد مثل هنا هنا درجة يقرا طوال ضروري كما كتشوفو الكالسيوم الكريت هنايا هادي القرنفل عقل على هادي راه الجدرة هادي الجدرة لي كنت بارطاجيت معاكم شحال هادي الله يسلمهم الجميع وتحياتي للجميع.